أجمل وأغلى وأرق وأطيب التحيات لكم متابعي الحياة والمجتمع في أوروبا أينما كنتم. سنتابع معا المستجدات الثقافية والاجتماعية والفنية، وسنبدأ الجولة بنظرة سريعة عن أبرز المواضيع. مصورة تهوى التصوير أثناء العواصف، ونماذج مصغرة من الورق لمحرك أو بيانو. وستكون البداية اليوم مشاهدينا من قلب العاصمة الألمانية النابضة بالحياة دوماً، أيقونة في عالم الفن والثقافة. إنه مسرح فريدريشتات بالاست، يحتفل المسرح بمرور 100 عام على تأسيسه. كاميرا يوروماكس كانت هناك ورصدت الأجواء لنا من وراء الكواليس. قصة نجاح ملفتة سنتعرف على تفاصيلها معا لنتابع. جرأة لا تضاهى، 32 زوجا من السيقان متناغمة بإتقان تام. وصل عدد مشاهدي عروض ريفيو هذا العام إلى 780 ألفا في قصر فريدريشتات في برلين، في أكبر مسرح استعراضي عالمي. ولأجل أن يكون العرض متكاملا، يتمرن الراقصون والراقصات بكل جد. يومهم يبدأ بتمارين التمدد، عليهم إتقان كل شيء من الرقص الكلاسيكي حتى الجاز. قبل 5 سنوات انضمت الراقصة البلغارية ميغالا باور إلى فرقة رقص القصر. أكثر ما يعجبني هنا هو هذا المسرح الرائع. كم من الجميل أن أؤدي العرض عليه هنا يوميا. كراقصة أرغب بأن أصعد على المسرح، ولدي الفرصة لأقوم بذلك هنا كل يوم. أحيانا نؤدي 8 عروض أسبوعيا، وهذا الشيء الأروع بالنسبة لي. كل عامين يقيم مسرح قصر فريدريشتات عرضاً شديد التميز والخصوصية. كل الأزياء من تصميم مصممين مشاهير عالمياً كجان بول غوتييه أو كريستيان لاكروا أو فيليب تريسي، المعجب بكل راقصين ورقصات. نحن هنا لأجلهم، فهم رائعون وموهوبون جداً، ينفخون الحياة في تصاميمنا. لولاهم لكانت الأزياء مجرد قشور فارغة. كان تصميم الأزياء مغامرة رائعة لي. تصميم الأزياء هنا يختلف عما هو موجود في عالم الموضة، لكن هناك نقاط تشابه رغم ذلك، وهو عمل إبداعي وسريالي وعظيم فعلاً. في قاعة السوق القديمة، هذه بدأت قصة نجاح قصر فريدريشتات. المخرج المسرحي ماكس أينهارت افتتح مسرح التمثيل الخاص به. اعتبارا من عام 24، أثارت فرقة ريفيو حماس المشاهدين، ومن ضمنهم نجمة هوليوود مالين ديتريش. في عقد الثلاثينيات كانت تذاكر أوبرا كالسيدة لونا تنفد. أتى نجوم عالميون في الستينيات أثناء حقبة ألمانيا الشرقية كآلا فيتزجيرالد أو جوزيفين بيكر. في عام 1980 هدمت قاعة الرقص، وبعدها بأربع سنوات افتتح مسرح قصر فريدريشتات الجديد، وبات من أبرز المعالم الفنية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية حتى انهيار جدار برلين. عندما يأتي نجوم من الغرب كالفرنسي جيل بيبي كو ومغنون مثل لويس أرمسترونغ، عندها يرغب المرء بأداء عروض في قصر فريدريشتات، لأنه كان مسرحا كبيرا. ونسعى حالياً لجلب أسماء كبيرة كغوتييه لعمل التصاميم، لأن عشرينيات القرن الماضي كانت قد شهدت استخدام أزياء معاصرة، ولذا نريد أن نكون مواكبين لأحدث ما هو موجود اليوم أيضاً. الأزياء الخاصة بفرقة الرقص تصنع في مشغل خاص بالمسرح. هنا يجري تنفيذ الأزياء التي صممها المصمم الأيرلندي فيليب تريسي للعرض الحالي. تنفيذها يعتبر تحدياً لمديرة مصنع الإنتاج بإدارة الإيطالية إليزابيتا بيان. تعامل الراقصين والراقصات مع الأزياء ليس سهلاً، لأن وجه الراقصة يكون مغطاً جزئياً، وهو ما يجعل إدراك الراقصين للمكان حوله مختلفاً، وخاصة إذا كان الغطاء قريباً من أنوفهم. لذلك فعندما نحاول إبعاد الغطاء عن الأنف قليلاً، يتغير إدراكهم للمكان المحيط بهم ويجيدون التعامل معه، وهذا ما تمكننا من تحقيقه بعد جهود. عرض فيفيد كلف 12 مليون يورو، لكنهم حققوا أرباحاً من العروض. عرض مذهل، فكل شيء يكاد يكون سحراً من السقف إلى جوانب المسرح.
تصميم هذه القبعات لا يمكن أن يبدعه أحد سوى فيليب تريسي، إنها رائعة وغير مألوفة وغاية في الإبداع. عروض ريفيو الراقصة هذه تعبير فني لم ينجو تماماً بعد من تحديات العصر، ولم يكن قصر في غشتات يحقق النجاح دائماً. قبل 12 عاماً كان السؤال الأهم، هل لدينا مستقبل؟ لكن عروض ريفيو من أكثر الأشكال الفنية مرونة، يمكننا إدخال عناصر عديدة عليها باستخدام موسيقى ديث ميتل مثلاً. يخططون لإقامة عروض جديدة في صيف العام المقبل. يرغب مسرح قصر فريدريشتادت بالبرهنة مرة أخرى على أنه قادر على الوصول للقمة عبر الفن. تصوير الطبيعة يعكس عند المصورين الفوتوغرافيين في هذا المجال اهتماماً حقيقياً بالطبيعة. اليوم سنرافق مع مصورة تهوى تصوير العواصف والأمطار. تتحلى المصورة ريتشل تالي بارت بالصبر، ويمكن من خلال عملها إظهار البراعة في تصوير هذه اللحظات الأكثر من رائعة. على سواحل جنوب شرق إنجلترا تلتقط ريتشل صور البحر وأمواجه. التقينا بالمصورة أثناء عملها وتعرفنا على بعض أسرار هذه المهنة. عندما يهيج البحر ويأتي المد وتهب الرياح وترتفع الأمواج، يكون لقط مناسباً لمصورة الأمواج البريطانية ريتشل تالي بارت. أفضل إلقاء نظرة على الأمواج أولاً. تلتقط صوراً مذهلة للبحر على ساحل إنجلترا الجنوبي الشرقي، تبدو وكأنها بداخلها، لكنها تعاني في الحقيقة من دوار البحر. يقول لي كثر إنني لابد وأني كنت على قارب، لأن الصور تبدو وكأنها ملتقطة في البحر، وهذه هي النظرة التي أريد الحصول عليها. ما زلت أتذكر الشعور في بحر محاط بالأمواج عندما لا تلوح أي أرض في الأفق، وهذا ما أحاول إظهاره في صوري، ولكنها التقطت من الساحل. الذي يركب الأمواج عليه أن يكون مستعداً للمفاجآت. عليك أن تسمع أو ترى ذلك، وإذا رأيت موجة كبيرة فإن هناك أيضاً موجتين بعدها مباشرة بنفس الحجم. يرى الكثيرون الموجة الأولى ويلتقطون صورة ثم ينظرون إلى كاميرتهم، رغم أنه لا تزال هناك موجتان تاليتان. اكتسبت ريتشل تالي بارت شهرة عالمية بسلسلة صور صفارات الإنذار التي التقطتها أثناء عاصفة عنيفة. كانت سرعة الرياح تصل إلى 150 كيلومتراً في الساعة، والأمواج يصل ارتفاعها إلى 15 متراً. كان ذلك في 8 من فبراير عام 2016 أثناء هبوب أعصار إيموجين الذي استمر طوال يوم هنا حيث نقف بالضبط. كانت 6 ساعات من التصوير المرهق والرائع للغاية. أعطت ريتشل كل موجة تم تصويرها من هذه السلسلة اسماً من الأساطير، كميدوسا وليليت وبوسايدون، أمواج عملاقة تشبه كما لو كانت آلهة غاضبة. حينما تلتقط صورة المحيط بكاميرا بسرعة جزء من الألف من الثانية ستحصل على صور رائعة. على سبيل المثال هذه اسمها لوكي، وهو إله الشمال المحتال، ويبدو وكأنه يضحك علينا. عندما تكون وسط عاصفة عنيفة تستلقي على الشاطئ مباشرة، وهذا يعطيها الثبات. بعدسة التكبير يمكنها التقاط صور جيدة للأمواج من على بعد 100 متر. ربما تستلقي في أوضاع غير مريحة طوال الوقت على الحصى، ولكن إذا وصلت إلى أدنى مستوى ممكن ستجعل الأمواج تبدو أكبر، لأن الأفق ينخفض فيزداد حجم الموجة. هذا يحدث فرقاً كبيراً. فازت ريتشل تالي بارت بعدة جوائز، خاصة عن صورها بالأبيض والأسود، لكنها لا تتخلى عن اللون في صورها من حيث المبدأ.
اعتقدت أن الأمر بسيط للغاية، فهو يتعلق فقط بانعكاس الضوء على تلك الموجة في تلك اللحظة، لذلك لا أحتاج إلى تشتيت الانتباه باللون. وفي هذه أردت التلوين لأن اللون الأخضر في الموجة رائع جداً. لا أعتقد أن هذه الموجة مخيفة، إنها جميلة، وأيضاً لأنها تمر قطرياً عبر الصورة فهي لا تهددني. ريتشل تاليبار تحب المجهول والغريب في البحر، لكنها تشعر أيضاً بأن هناك تهديداً خاصاً يأتي منه حالياً. أمضيت حياتي في النظر إلى البحر هنا على الساحل. أنا لست عالمة، لكن لدي انطباع بأن عدد العواصف العنيفة قد زاد. إنه أمر مثير لأعمالي الفوتوغرافية، لكن له أيضاً عواقب أخرى مثيرة للقلق. Obviously, also has other ramifications that are more worrying. عندما يصبح البحر هادئاً مع انخفاض الماء، يكون قد حان وقت عودة ريتشل تاليبارت إلى المنزل. مناظر رائعة فعلاً، ونبقى مشاهدين في عالم الطبيعة وتحديداً مع ثورات الطبيعة وعالم البراكين. في حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على أعلى بركان نشط في أوروبا، جبل إتنا في صقلية، حيث يعيش الناس في خطر دائم لأنه من الممكن أن يندلع في أي وقت. مراسل يوروماك سيعرفنا على المزيد من خلال سلسلة أرقام قياسية أوروبية، لنتابع معا. جبل إتنا ساحر ومثير أيضا. سأذهب الآن إلى جبل إتنا. كيف يشعر المرء فوق أعلى جبل بركاني نشط في أوروبا؟ يبلغ ارتفاع جبل إتنا 3330 مترا. لا يوجد جبل بركاني نشط أعلى منه في أوروبا. مع كل انفجار بركاني يمكن أن تطرأ تغيرات عليه. تكون البركان في جنوب إيطاليا على ساحل صقلي الشرقي منذ آلاف السنين، وهو قبلة سياحية ومسجل كإرث ثقافي عالمي على قائمة اليونسكو. خط تيليفريك سينقلني ل 2500 متر إلى أعلى، ومن هناك تستمر الرحلة بحافلات من نوع خاص حتى ارتفاع 2920 متراً. لا يمكن الذهاب أبعد إلا برفقة مرشدين سياحيين، لأنهم يقدرون مخاطر انفجار البركان المحتملة. من المستحيل التنبؤ بموعد انفجار البركان. نحن هنا فوق أحدث جزء من الجبل. في السنوات الألف الماضية زاد علو الجبل 340 متراً. هذا المكان نشط، لكنه لحسن الحظ بعيد عن المدينة. نتسلق فوهة جانبية في الجانب الجنوبي الشرقي من جبل إتنا. لا يسمح لنا بالصعود أعلى. يمكن أن نرى فوهة البركان من بعيد، لكني أستطيع رؤية عواقب الانفجارات السابقة والشعور بها هنا في كل مكان. الطقس بارد هنا، لكن الحمم البركانية لا زالت دافئة. انفجار البركان ممكن في أي وقت، كما حصل هنا في عام 2017. أحصى العلماء 241 مرحلة هيجان. في كل مكان توجد شواهد على مسارات الحمم البركانية من الانفجارات السابقة. الدليل السياحي توبياس فاستا يعرض لي تنوع الطبيعة كما هي الحال هنا في الجهة الشمالية. توجد أكثر من 300 فوهة بركان فرعية في جبل إتنا، وهي ليست نشطة. هناك أربع فوهات رئيسية نشطة فوق أعلى جبل بركاني أوروبي. الجبل مشهور أيضاً بالحمم البركانية التي يمكن أن تنفجر من كل جوانبه. قطر جبل إتنا 40 كيلومتراً تقريباً. وهنا نرى قوة البركان أيضاً. هذه الأطلال فندق انهار بسبب انفجار بركاني وقع عام 2002. هذا الشارع تعرض للتدمير بفعل ثوران البركان أيضاً، وقد بات مهجوراً بعدما كنا نستخدمه للوصول إلى منطقة التزلج.
نحن معتادون على هذا الوضع وسنبني مجددا، ونحن نحب بركاننا هذا ولا نشعر بالخوف منه بل نحترمه. لكن جبل إيتنا لا يأخذ فقط بل يعطي أيضا. التربة البركانية مثالية لزراعة الكروم. جينا وفرانشيسكو روسو يديران كرما عائليا عمره 160 عاما. الجبل جزء من حياتنا ونشاطنا الاقتصادي، ولدنا وترعرعنا هنا. نحن معتادون على مشاهدة البركان وعلى ثورانه. بالنسبة لنا لا يعد ذلك خطيرا. التنوع الطبيعي في جبل إيتنا سحرني، أرغب في التوجه مرة أخرى إلى الأعلى. ربما يجدر بكل شخص أن يتسلق جبلاً بركانياً ذات مرة. بعد زيارة هذه أنظر باحترام أكبر إلى الطبيعة وإلى كوكب الأرض. ننتقل الآن مع عشاق عالم الابتكارات والاختراعات لنتعرف معا على ألي أكسي الذي ابتكر نماذج مصغرة من الورق كهذه مشاهدينا. المدهش أنها تعمل، فهو لديه شغف بالتفاصيل الفنية ولذا يقطع الأجزاء ويلصقها بعناية. توجهنا إلى مدينة مينسك والتقينا بالشاب المبدع وتعرفنا على أسلوبه الفريد بالعمل. هواء من بالون يجعل هذا التصميم الورقي يتحرك. نماذج أليكسي شولنر صغيرة جداً لكنها تؤدي وظيفتها. منذ طفولته يصمم البيلاروسي أشياء ورقية. في سن 10 حاول بناء أول محرك ورقي لكنه لم ينجح إلا في وقت لاحق. يظل يبني في نماذجه المصغرة حتى تنجح. في النماذج المعقدة يحتاج أحياناً إلى 8 محاولات. حقيقة أنها تعمل فعلاً أمر نادر للغاية. لم أنجح في أي نموذج من المحاولات الأولى. في مثل هذه النماذج الصغيرة يكفي أن تسقط قطرة من الغراء بطريق الخطأ كي تبدأ من جديد. يعمل أليكسي جولنر حالياً في بناء محرك رباعي الأسطوانات. يحتاج البالغ من العمر 34 عاماً لكل عمل من أعماله أسبوعاً على الأقل، وغالباً ما يعمل في المساء. يخطط للنموذج عدة أشهر. عادةً ما يبلغ طول النماذج بضعة سنتيمترات فقط وأصغر الأجزاء بضعة مليمترات. كل خطوة يجب تنفيذها بدقة. لا يمكن تحقيق ذلك بدون صبر. يمكن أن تكون الفكرة رائعة لكنك قد تتخلى عنها بسرعة إذا لم تنجح في غضون ساعات قليلة. عليك أن تتشبث بالفكرة حتى تنفذها في النهاية. غالباً ما تظهر فكرة أليكسي جولنر للمشروع التالي أثناء العمل، ونماذجه تلهم الآخرين أيضاً. على يوتيوب تم النقر على مقاطع فيديو نماذجه مئات آلاف المرات. أكثر من 18,000 مشترك يتابعون عملية الإنشاء على قناته. حتى هذا النموذج كل شيء مصنوع من الورق والكرتون، من المحرك المصغر إلى الآلات الموسيقية. إبداعات أليكسي جولنر المعقدة هي هوايته. هنا في العاصمة البيلاروسية مينسك يعمل كمطور برمجيات. يقوم كل عام بصنع نموذج واحد أو اثنين فقط، لكن شغفه بالتكنولوجيا والورق يجد القبول وغالباً ما يحصل على تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أنا مهتم بالطبع بردود أفعال الناس، ومن الجميل حصولي على ردود أفعال إيجابية على الفيديوهات. لكني منذ البداية قررت القيام بذلك لأجلي أنا أولاً، وذلك لأثبت أنه بإمكان المرء صنع نماذج كهذه من الورق.
لأولئك الذين لديهم الوقت لصنع نماذج ورقية شبيهة، شرح أليكسي جولنر خطوات العمل على الإنترنت. حتى وإن لم تكن سهلة دائماً، فمبدأ العمل الأهم فيها هو تحدي المرء لنفسه في صنع الأشياء. أشعر دائما بالرضا طبعا عندما تنجح خطوات العمل ابتداء من الفكرة وحتى انتهاء تنفيذها. معيار العمل واضح جدا، أعني إما أن ينجح المشروع أو يفشل. عندما أنجح في التنفيذ أشعر بالسعادة. يعتبر أليكسي جولنر نفسه مهندساً أكثر مما يعتبر نفسه فنان ورق. أعماله تثبت القدرة على تنفيذ أفكار بالورق أكثر بكثير مما قد يظن المرء في البداية. ومن عالم الابتكارات نتوجه مع مشاهدينا إلى البرتغال لنتعرف معاً على مطبخ الضواقة هناك. يعتمد الطاهي أوليفيرا أسلوب يجمع بين مذاق البحر الأبيض المتوسط ونكهات بلده في شمال البرتغال. بسبب طريقته تمكن من المنافسة على نجمة ميشلان الثانية لمطعمه. رافقونا لنتعرف معا على مطبخه الفريد. سمكة تستخدم نادرا في الطهي، دملوكة المتوسط مع صلصة المحر، قليل من الجرجير وبذور الخردل والكرفس. البرتغالي شواو أوليفيرا يطهو أنواع الأسماك التي عادة ما يرفضها الطهاة النجوم. أطهو أنواعا غير معروفة وأجعلها جزءا من مطبخ الذواقة. لا أطهو أسماكا معروفة، بل أطهو أسماكا كدملوكة المتوسط والإسقمري غير المعروفة. من المهم بالنسبة لي أن أحترم الموسمية وأن أعمل بشكل مستدام. يذهب الطاهي الذي يبلغ من العمر 32 عاما كل أسبوع إلى سوق ميناء بورتيماو. تخصص العديد من الصيادين هنا في أنواع الأسماك التي تحقق أسعارا عالية في أفضل المطاعم. جواو يريد مواجهة هذا الاتجاه. أفضل دائما دملوكة المتوسط على سمك موسى، لأن سمك موسى أكثر كلفة ولحمه سفنجي ومختلف تماما. أختار دملوكة المتوسط دائما لأن لها مذاقا أكثر تميزا بين المأكولات البحرية والأسماك، بالإضافة إلى سعرها الرخيص. 99% من كبار الطهاة يهتمون بالسعر وليس الجودة. شعاره في الطهي الأقل هو الأكثر غالباً. هذا صيد اليوم، نحاول الحفاظ على المذاق والشكل الأصليين، وكما ترون لا نستخدم الفلفل أو الملح أو التوابل الأخرى لكي نحافظ على طعم السمك كما هو. تلعب المحلية أيضاً دوراً رئيسياً بالنسبة إلى جواو، ولذا يشتري المحار من شركة عائلية قريبة في الغرب. في أكتوبر ونوفمبر موسم الذروة، حجز 600 محارة لقائمة الطعام، وجميعها عمرها 6 سنوات، وهي كبيرة ولذيذة. يمكننا أن نرى القشرة التي تلمع بشكل جيد، ولا يوجد عليها بقع سوداء وتبدو طازجة. هذا يعني أن المحار يتغذى بشكل جيد وصحي للغاية، وأنا أجربه دائما. ننظر دائما في الجزء الداخلي من المحار، مذاقه رائع ويحوي الكثير من الملح ومتوازن من حيث كمية الدهن وهو سلس المذاق. هنا تأتي المكونات في النهاية على الطبق. منذ عام 2015 يعمل جواو رئيساً للطهاة في مطعم الذواقة فيستا الذي ينتمي إلى فندق تقليدي في بورتيماو. يدافع للمطعم عن نجمة ميشلان الثانية. كلفة وجبة من 4 أطباق نحو 110 يوروهات. بفضل نهجه المستدام تم منحه هذا العام لقب شيف دو لافونيغ، أي شيف المستقبل، من قبل الأكاديمية الدولية لذواق الطعام المرموقة. يزين الطاهي دائما أطباقه بالورود والخضار.
استبعدنا السكر من جميع أنواع هذه الحلوى، والآيس كريم من التفاح الأخضر مع الكرفس والشمر والفجل والوسابي وجبن الماعز، مزيج غير عادي ولكنه يتناسب بشكل جيد للغاية في النهاية. إبداعات جواو أوليفيرا تحظى بالإقبال، ونهجه المستدام تخطى المحيط الأطلسي. تبدو شهية فعلاً، وبهذا وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من يوروماكس. لكم مني غالية داغستاني وفريق العمل أغلى وأراق التحية، دمتم بخير وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.